باسم اللاب، موقع اوبن بروجكت ده زي ام اس بروجكت بس اوبن سورس وموجود على الانترنت. دلوقتي لو انا عايز اغير الالوان، اجي هنا في ادمنستريشن واقول له انا عايز اغير الديزاين واغير الكالرز. الديزاين هتبدا بقى تختار لوجو معين، وليكن مثلا لوجو بمربية، وبرده الايكون تختار ايكون معينة، وبعد كده تختار بقى الكالر البريمري كالر بتاعك. هو انا مختار لون ازرق، فانت تبدا تكتب اللون اللي انت عايزه تمام بدل اللون دوت. هنا برضه تكتب لو انت عايز لون اخر، الترناتيف كالر، الهيدر كالر، تقدر كل الالوان دي تعدل فيها زي ما انت عايز. ممكن نقول مثلا احنا عايزين الجري مثلا، ده كده عرفنا اللون بتاعه ايه. ناخد كده كوبي ونروح للديزاين، نقول له مثلا ده اللي احنا هنشتغل بيه، تمام. تقول له بقى سيف، تمام. ده مجرد بس ايه تجربة، ده هو اللوجو موجود.